سعداء جدا باستضافة تظاهرتين عالميتين شبابيتين أساسيتين. لأول مرة تتخرج ليوزيل اللي هي الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي أو اليساري، تتخرج البريزيديوم ديالها إلى القارة الإفريقية في أول اجتماع لها بمقر الاتحاد الاشتراكي وبدعوة من شبيبتنا الاتحادي. لا شك أن ذلك من المكاسب الكبرى، خاصة لمن يرجع إلى تاريخ شبيبتنا المغربية في علاقتها بليوزي. هذه منظمة اللي كانت عبر التاريخ معادية لقضيتنا الوطنية، وأن تحضر اليوم لاجتماع رئاستها في استضافة الشبيبة الاتحادية وبمقر الاتحاد الاشتراكي، فلا شك أنه تطور مهم ونتيجة مرضية لمجهود قامت به الشبيبة والحزب على امتداد عقود من الزمان وعلى امتداد سنوات. بالموازاة على المستوى المؤسساتي وعبر برلمانات العالم، شبيبتنا استطاعت أن تترأس المنتدى العالمي للبرلمانيين الاشتراكيين. هو منتدى يلتئم هذه المرة بعد أن التهم سواء في أمريكا اللاتينية أو في المغرب في مراكش في دورته الأولى، يلتئم هذه المرة لمناقشة قضايا آنية قوية مطروحة في جدول أعمال البشرية برمتها، تتعلق بالسلم والأمن والتغيرات المناخية والماء والجفاف. وهذه المواضيع لا شك أن الشبيبة العالمية باعتبارها أكثر إيماناً بهذه القيم سيكون لتوصياتها ولنتائج أشغالها آثاراً على القرارات، خاصة التي حملوا معهم نفس الهم على مستوى الأحزاب السياسية اليسارية، يعني في إطار الأممية الاشتراكية أو في إطار التحالف التقدمي الدولي أو بما سيكون من تأثير كذلك على البرلمان الدولي كبرلمانيين شباب أو على البرلمانات القارية أو اللقاءات القارية. لا شك أن هذه التوصيات ستجد صداها في كل هذه المجالات. احنا سعداء باستضافة هذا الشباب من القارات كلها، وسعداء كذلك بالمجهود الذي بذله شبابنا سواء في الشبيبة الاتحادية أو البرلمانيين الشباب.